مثل ما جاي تلاحظون وياي هذا عباره عن ريموفبل كومبليت دنتشر اللي هو الجزء العلوي. لاحظوا وياي هذا هو البولش سيرفيس باختصار. هذا الجزء الامامي كله جاي تشوفوه اللي هو البولش سيرفيس، بعد منه الى حد هاي المنطقه هاي كلها البولش سيرفيس. هذا هو المنطقه اللي تكلمنا عليها اللي هو البيز اللي تجلس عليها الانسجه. هنا شنو طبعا مكان اللي هو الفك اللي ما بيه اي اسنان. طبعا شنو عندنا هذا، هذا اللي فوق هذا هو البوردر. كنا البوردر شنو نقطه التقاء البيز قاعده. لاحظوا يا القاعده تبدا من هاي كلها المنطقه راح تجي الى حد هنا، حد هنا شنو حيصير؟ حسبنا البوردر. وراها شنو حيصير؟ وراها حيصير البولش سيرفيس هذا اللي جاي تشوفون هسه لماع. بقى الفلانج، الفلانج هو هاي المنطقه كلها. بعد من وين؟ يبدي من السيرفيكال اند مال الاسنان اللي هو هذا الجزء العنقي الخاص بالاسنان، وراكب لي فوق الى حد ما يوصل للبوردر، الى حد ما يوصل للبوردر. هذا كله يسمى بالفلانج. طبعا كل فلانج له اسم راح ناخذه بالمحاضرات الجايه.